أحمد السيد، السلام عليكم يا أحمد. وأنت كيف أبو حالك حميد، صديقي يا أنت أبو صديقي؟ حميد، منور الدنيا، وحشني يا أبو حميد. الله يخليك، أنت أكتر، ودايما متألق وسعيد بالكلام المحترم اللي دايما بنسمعه من الناس، سواء يعني على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، على كل المنصات، حاجة محترمة ودايما بالتوفيق إن شاء الله. يعني الناس النهارده مقصره سنه في اللايكات، بما انهم بيحبوك فبنقول لهم عشان خاطر احمد السيد يا جماعه اعملوا لايكات. في حد بيقول لي قول لنا نعمل اللايك ازاي؟ علامه الاعجاب، ربما يكون حد داخل علينا فما عندوش فكره. علامه الاعجاب يعني دوس اعجاب، بس كده دوس اعجاب، لان كل ما بتدوس اعجاب بتقتل واحد عمل بلاغ، فخلي بالك من النقطه دي. ابدا معاك بقفشه، وتكلمني عن إنسانية أفشة وذوق أفشة واحترام أفشة وأمانة أفشة وحب أفشة لأهله وتواضع أفشة، وربنا يتمم له على خير يوم الثلاث. يعني قول لنا أبرز الحاضرين والمدعوين في الفرح. يعني أفشة حبيب الأهلوية بما فيه الشك، طبعا نجم نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي، وأعتقد معشوق الأهلوية ما فيش شك، يعني مين ينسى الأبي ممكن اللي ما زالت وتزال تسعد جماهير ما النادي انت الأهلي. عشوائي بقى. لا خالص خالص، ده في النص كده هو خد باله. لا لا كابتن وائل، انا مبسوط بحديثه والله، يعني لا، من الناس الكابتن اللي وائل خبير اولا في مجاله طبعا وعقلاني طبعا وراجل يعني ومتزن، ولا لا هو يعني. تعبان من يوم القاضية ممكن، بس الظروف يعني هتستر ان شاء الله. بتكون على فأفشى من وجهك الناس انا ولا ده ولا ده يا راجل. سريع للدخان خلاص. لا ما هو طبعا هو في مجال شغله محترف جدا، بس بيقول لك لا ده ولا ده، ده الرد الطبيعي بعض القضية ممكن. الدبلوماسي لا الطبيعي على رأي المهندس محمد فرج عامر صديقي العزيز اللي هو محمد عاطف اخوه زملكاوي، في المهندس فرج طول ما هو قاعد يعمل لك ازاي اهو، مثلا اللي هو محمد عاطف ده اخويا الكبير زملكاوي ومستخبي، ما انا عرفت انه ما انا عرفت انه زملكاوي، ولما في اسناف العيله يقول لك ايه، بس انا يعني مش متعصب. تحية لعمنا العظيم محمد فرج عامر واللي هو محمد عاطف. على فكرة دي أسامي مركبة، يعني المهندس فرج عامر اسمه محمد فرج، ووالده جده الأخير عامر يعني اسمه محمد فرج. سيادة اللواء عاطف اسمه اللواء محمد عاطف، برضي عامر في الآخر الجد الكبير. فالكابتن وائل زي سيادة اللواء عاطف، يعني هي زملكاوي بس يعني ماليش لا في ده ولا في ده. اتفضل ابو حميد. يعني طبعا قفشه يعني لكل الناس بتنتظر حفله بيه. بالمناسبه قفشه مواليد 96، يعني في احدى القرى التابعه لمركز كرداسه بمحافظه الجيزه. الناس اللي ما تعرفش قفشه يعني بار بوالديه الى اقصى الحدود، راجل يعني عنده اخ اكبر منه اسمه طه، وعنده شقيقتين اصغر منه، على طول على طول متواصل مع اسرته، على طول على طول بار بوالديه بكل المنطقه بكل قريته، وده كان حتى باين من احتفاليه اهل القريه دي بعد الفوز بكاس يعني البطوله الافريقيه، والهدف الخاص بقفشه، وحتى بعد كده البطوله الماضيه. قفشه الناس اللي ما تعرفوش قبل ما يكون لاعب كوره اشتغل مهن كثيره جدا جدا جدا، يعني منها كان شغال فتره من الفترات ميكانيكي سيارات، وبائع للخضروات، واشتغل في مش محل عيب يا طيور، كابتن يعني احمد. طبعا مش عيب طبعا يعني. راجل مكافح وراجل يعني فعلا محترم، علشان كده دايما ليه دايما حتى متزن في كل تصرفاته في كل ردود افعاله، فهو انسان محترم جدا على ابعد الحدود، وكل الناس اللي اتعاملت معاه اهلاوي زملكاوي ايا كان انتمائه يؤكد على ده. يعني فقفشه يعني يمكن هو حريص على اتفضل يا ابو حميد، احنا عارفين بس احنا بناكل وانت بتتكلم يعني. اتفضل يا كابتن. بالهنا والشفا بالهنا والشفا. الله يخليك. قفشه يمكن كل يعني حاول خلال الايام الماضيه انه يروح حتى بنفسه، اولا وجه الدعوه لمجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، وجه الدعوه لكل زملائه في اللعيبه، وجه الدعوه للعدد كبير جدا من الفنانين، يمكن فنان كبير زي ايهاب توفيق اكد انه هيكون موجود وهو اللي هيحيي، وجه دعوه للعديد من عمل الحفله. بروفا مع الاغنيه بتاعته مع ايهاب توفيق. صح صح صح، ده حقيقه، عامل له كمان اغنيه مخصوصه.
هو أفشة يستاهل بصراحة، كل هيتساق وهتبقى ملحمة، راجل كمان يعني موجه الدعوة انا قلت الكهرباء، قلت الكهرباء افكا غالي عليا جدا، وعشان كده هغني له في الفرح. قال لي طب لو غالي عليك ما تجيش احسن، لانك لو غنيت الفرح هتموت. كهرباء ده من امل والله العظيم. هو خلي بالك اكتر حد بيقلدني والله افكا، والله واللي سلط كهرباء والله اكتر حد يقلدني بيقلدني بيقلدني بجد والله، بيجيب 90% من نبرة صوتي والله والله العظيم. اتفضل يا ابو حميد. فهو قفشه يعني جميل جدا، علشان كده كل الاهلاويه بتدعي له بتبارك له وبتتمنى له التوفيق. يعني راجل خلاص هياخد بقى يدخل عش الزوجيه يوم الثلاثاء باذن الله. حتى يعني في احتفاليته اضطر انه يكون وسط اهله وسط اسرته وسط قريته. راجل جميل جدا جدا جدا، تصريحاته على طول حتى متزنه. فيوم الثلاثاء هو حفل زفافه في قريته في مركز كرداسه، نتمنى له التوفيق. وكل الاهلاويه النهارده على السوشيال ميديا بتبارك لقفشه، ويوم الثلاثاء عاملين احتفاليه على السوشيال ميديا ان هم يباركوا لقفشه. يعني كان فعلا اخ من كل الـ 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 يعني اخ لكل اهلاوي حفل زفافه الثلاثاء القادم. ده نبع من احترام قفشه لنفسه واحترامه لزملائه وللجماهير. عمره ما شفنا انه قال كلمه خارجه ولا كان متنرفز ولا كان عصبي ولا على طول بيحترم الجميع. قمه الادب والاخلاق بصراحه، ده حقيقي، وبيبان حتى في ماتشاته كلها دايما فيه بيسلم على المدربين. يا ابو حميد، ربنا معلق التوفيق في رجليه برضا الوالدين وحب الخير. عايز اقول لك حتى في اصابته كان عنده ثقه في الله انه هيجي في نص المده ويخف. الدكاتره استغربوا حتى في النادي الاهلي. ربنا يحميه، يعني نزل التمرين قبل الميعاد اللي حددوه له الدكتور بايام كتير، وانت كنت متابع. من توكل على الله كفاه. ودايما الانسان الاصيل اللي بينظر الى ماضيه ربنا بيكرمه في حاضره ويرزقه كل الخير في مستقبله. فتحيه لقفشه، ويستحق ان احنا نعمل له هذه الفقره، وهنعمل له باذن الله اغنيه مخصوص واحتفاليه مخصوصه. ومليون مبروك يا نجم القضيه، وربنا يسعد كل ايامك. وعايز اقول لك على حاجه قفشه اختم بيها الحدوته دي. كنت بتكلم زمان في لقاءات نادرة، يمكن أنا جمعني بابوتريكا لقاء أو لقاءين أو ثلاثة، فعجبني جدا في أحد اللقاءات قال لك ربنا بيبعت هدية لكل لاعب وهو بيلعب. مهما عمل بتفضل الهدية دي في قلوب وعقول الناس. الهدف بتاعه ده الله ينور. بالظبط، يعني أبوتريكا ربنا اداله الصفاقسي. الكابتن مجدي عبد الغني ربنا اداله البلنتي اللي طلع ميتين ابو نبيل. بس هو هديه من عند الله، يعني هو هديه. قفشه ربنا اداله القضيه. وما تنساش برضه ان لازم وانت بتتكلم عن القضيه تشكر المحترم الاسيست الرائع محمود علاء، لان برضه دي كل واحد حقه. انت هتقوم كابتن وائل كده؟ لا لا لا، يعني محمود علاء لو ما عملت حاجه في تاريخه غير الاسيست ده برضه دخل التاريخ والله. لو الفرود بتاع النادي الاهلي مش هيصلحها كده، مش هيصلحها بالجمال ده والترويقه دي. بالمناسبه يا جماعه، كان وائل بيخلينا نألف في الماضي، الكابتن حسين عبد اللطيف احسن من جاء في مكانه في الزمالك عبر التاريخ. طبعا حسن كبير طبعا كباك رايت. اقعد معاه يقول لي بص التاريخ اللي انا عملته كله، الكوره بتاعت فيليكس. يعني يا عيني. والله يا ابو مصطفى حبيب قلبي، ابو مصطفى بس الافيه تحكم. قول لك كف اللي عملته مع مصر ومع الزمالك والتاريخ، وجايب بطولات ودوري وافريقيا، كله اتنسى. واللمه بتاعت فيليكس ايوه هي اللي وفى له في التاريخ. ايوه صح. فعلاء محمود علاء يطلع يقول لك انا احسن واحد في حتتي من 4 سنين، يعني تروق. محمود علاء رائع يا جماعه، وراجل محترم على فكره، واتمنى له التوفيق. بس يا عيني زي ما ربنا بيدي حاجه بتفضل خالده تمجد حد زي قفشه وهدف التسعه. نعم نعم. وانت بتفتكر القضيه وهدف التسعه على طول بيجي لك محمود علاء قدامك. ايوه صح، اوتوماتيك. زي بيبو وشير مثلا. صح. بس عاجبني قوي بشير التبعي انه لغايه دلوقتي بيتقبل الموضوع ده بشكل رائع.
يعني حتى لما ما هو عشان ينسي الناس. بقى هيعمل ايه بقى بس. زي ما بيبو متقبله برضه. هو هي بيبو وشيرة هدايا صلاح بركات، هدايا من عند الله لا ينساها التاريخ. مليون مبروك لأفشل. اللي بعده ابو حميد. خلينا ابدا معاك بتصريحات مهمه لوليد سليمان. يمكن وليد سليمان برضو من معشوقين النادي الاهلي الحاوي، راجل النهارده اتكلم يعني تصريحات ناريه وتدرس من حيث الانتماء وقد ايه حب النادي الاهلي. الراجل اتكلم وقال ان الموسم الاخير في عقده مع النادي الاهلي والموسم الحالي اللي بيبدا دلوقتي، هو قال اذا لم يطلب النادي الاهلي تجديد تعاقدي انا ساعتزل نهائيا. خليني انفرد معاك على مسؤوليتي، وليد سليمان سيعتزل نهاية الموسم، على مسؤوليتي أنا الشخصية. وليد سليمان سيعتزل نهاية الموسم ويعد في الأهلي في مكان كويس على حسب رغبته، إن كان يريد الإدارة أو التدريب، وأعتقد إن الكابتن وائل يوافقني في ده. طبعًا وليد من اللعيبة الكبيرة اللي عمل التاريخ كبير جدًا طبعًا مع النادي الأهلي، وأخلاقه محترم. وليد من الناس المحترمة جدًا. واعتقد ان وليد برضو يعني هو برضه عز عبد الناصر اللعيب بيحس بنفسه هل قادر على العطاء صح. ولا خلاص كده مش قادر. زي بركات محترم واقعي. بركات قال لك انا حاسس ان انا مش هدي او اضيف الجديد عشان او كده. انا بقول لك هو فاعتزل في قمه مجده صح. فاعتقد انه ممكن يعني وليد سليمان انت تتفق معايا انه اعتقد انه نهايه الموسم سيعلن اعتزال. هو كمان الفتره فات دي ما بيشاركش كتير، اصابات كلام ده كله، وهو طبعا ليه رصيد كبير جدا مع جماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. فانا عارف ان الرصيد ده هو اللي هيخليه يعلن، لان مش هيتحط في احراج هو مع الاداره ولا الاداره هتبقى في احراج معاه. هو شاري النادي الاهلي طول عمره، والاهلي برضه شراه والجمهور لا بعد الحضور، فهيبقى في مكان يعني كويس جدا جدا اعتقد جوه يعني جوه جدران النادي الاهلي الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. اللي بعده ابو حميد. يعني ده برضو مهم جدا تصريحات وليد سليمان لماذا في حديث الاهلاويه. راجل اتكلم قال ان جاله اكتر من عرض اثناء تواجده في النادي الاهلي، اتكلم ان جاله عرض من بيراميدز مغري جدا ولكن فضل تجديد تعاقده مع النادي الاهلي. اتكلم كمان وقال ان ضغط المباريات والسفر كان سبب لخساره الدوري، وقال ان بالنسبه له افضل مدير فني هو مانويل جوزيه واشد قدرات موسيماني. اتكلم ان اللعيبه والجهاز الفني تقبلوا الخصم اللي تم يعني توقيعه على الفريق، وقال ده كان دافع لينا الفتره القادمه ان احنا نعوض ده، وحصلت قبل كده لما اتخصم برضو مننا نسبه من العقد بسبب برضو خساره البطوله الافريقيه، وكان الدافع ان احنا خدنا بطولتين افريقيتين بعد كده. وليد سليمان يعني دايما لما بيتكلم كل الاهلاويه بيسمعوا وبينقلوا وبيتكلموا في حديثه، وهو الاهم. معنى قيمه الانتماء لحد النادي الاهلي. انا كنت عايزك تقف هنا عند حاجه وتقول طبعا. وليد سليمان يؤكد ان عبد الناصر زيدان معلم وخبير. شوف انت في تصريحاته قال ايه؟ تقبلنا عقوبه الكابتن محمود الخطيب بعد السوبر ولم يحدث ان اعترضنا وكانت لنا دافع، وبنشكر الاداره على انها قبلت انها تقسط لنا العقوبه. الانفراد الرهيب اللي انا قلته عكر اللعيبه اعترضت. الناس تعرف ان ايه للهبد رجال وللمصداقيه رجال. ازيد لك من الشعر بيت احد الاعلاميين امبارح في برنامج على قناه فضائيه بدون ذكر اسماء، قال لك بننشرد الكلام اللي احنا قلناه بلال 48 ساعه ان النادي الاهلي هيقسط العقوبه، واللعيبه تقبلت مبدا تقسيط العقوبه وهيتقسط على اللعيبه والجهاز الفني كلهم اللي احنا قايلينها قبلها بيومين. صح. لدرجه ان احد الاهلاويه اللي بيتابعونا يعني هو اللي بعت لي الفيديو وقال لي ده الكلام اللي انتوا قلتوه بقالكم يومين بيتقال على قناه فضائيه النهارده. يعني الحمد لله احنا بنجتهد والمتابعين المحترمين هم دايما اللي بيبقى ليهم الحسم. اللي بعده النهارده الكابتن محمود الخطيب احتفل مع مجلس الاداره والنادي الاهلي بابطال حرب اكتوبر. دي كانت احتفاليه اكثر من رائعه بصراحه. يعني كانت قائمه طويله من المكرمين يعني في حرب اكتوبر. الكابتن محمود الخطيب حرص على يعني تكريمهم، وكان قبلها كمان مباراه في الصاله المغطاه وكان قبلها مباراه في الصاله المغطاه ما بين نجوم النادي الاهلي القدامى. يعني كان موجود كابتن خالد بيبو وشريف عبد الفضيل، وكان موجود محمد يوسف، وكان موجود هشام حنفي، وكان موجود امير عبد الحميد، ناس كتير، ياسر ريان، مش عايز انسى حد.
فكانت قبلها مباراة على الصالة المغطاة لكرة القدم، مباراة جميلة جدا، بعد كده احتفالية من الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي، كان قائمة طويلة من المكرمين في احتفالية الأهلي بذكرى انتصارات أكتوبر. وكمان الكابتن محمود الخطيب يعني في كلمته أكد أن حرب أكتوبر هي ملحمة عسكرية تجسد عظمة جيشنا الباسل، ويعني كانت أعتقد حاجة مهمة جدا الأهلي كرم فريال أشرف كمان يعني النجمة المتألقة، كمان اسم الراحل المقدم شريف محمد عمر. يعني نادي الأهلي النهاردة يؤكد قيمة النادي الأهلي، كان اسم الراحل المقدم شريف محمد عمر ابن كابتن محمد عمر طبعا، فبالتالي النهاردة النادي الأهلي بيحط علامة ان دايما النادي الأهلي يعني هو جزء لا يتجزأ من قيمة الوطن المصري، وكان بصراحة احتفالية اكثر من رائعة. نادي الأهلي بيحيي ذكرى انتصارات 6 اكتوبر. أخذك للتمرين بقى كده سريعا، يعني الحمد لله خلينا نطمنك شوية ان صلاح محسن الحمد لله تعافى وشارك في المران، كان عنده يعني كدمة كده في الكاحل، الحمد لله تم الاطمئنان عليه وشارك في المران. جماهير النادي الأهلي كانت قلقانة لأنها بتعول على صلاح محسن الكثير والكثير في الفترة القادمة. محمود وحيد ومحمود متولي الاثنين بيأدوا تدريبات تأهيلية زي ما حضرتك تعلم، يعني متولي يعني عنده كده بعض الآلام في أوتار الركبة زي ما الدكتور احمد ابو عبله قال، ومحمود وحيد عنده جزء الخرابات الداخلي للركبه، ان شاء الله الاثنين بنتكلم في من 5 لـ7 أيام يقدروا يعودوا للمشاركه في التدريبات الجماعيه، وان كان هناك صعوبه في سفر الثنائي طبعا مع مارسه الفريق للنيجر اللي احنا قلنا يعني اليوم خلال ساعات مباراه مصر وليبيا. اتمنى المنتخب التوفيق، لعيبه الدوليين تنضم للتدريبات يوم 13 14 مران صباحا ثم السفر، مران على ملعب المباراة يوم 15، المباراة يوم 16 بإذن الله مع فريق الحرس الوطني بطل النيجر. يعني ده استعدادات النادي الأهلي لهذه المباراة الهامة والمرتقبة في افتتاحية إن شاء الله النادي الأهلي في الفوز بهذه البطولة بإذن الله. طيب في حاجة كنت عايز أسألك عليها، لأني عايز أخد رأي الكابتن وائل، التجديد لموسيماني والهجمه اللي حصلت يرحل موسيماني والاهلاويه غضبانين من موسيماني، تقييمك لموسيماني وهل انت مع السبورت القوي اللي ادهوله الخطيب وتمديد عقده؟ بص النادي الاهلي يا كابتن عبد الناصر نادي مختلف عن بقيه الانديه، ما بياخدش بالقطعه، لا يعني مش قرارات متسرعه والقرارات مثلا وقتيه او الكلام ده كله، لا هم عندهم استراتيجيه او نظره لقدام. نادي الاهلي مش اي قرار كده بيتاخد في اي وقت. النادي الاهلي يا عبد الناصر من الانديه اللي بتدي حته الاستقرار او الطمانينه لاي مدير فني، صح؟ فطبعا موسيماني انا بقول لحضرتك لغايه دلوقتي ناجح مع النادي الاهلي، سيبك من ضياع الدوري او بطوله او الاداء السيء او الكلام ده كله وارد في الكلام ده كله يا عبد الناصر، حته النادي الاهلي برضو حته الاشتراك في بطوله افريقيا ومع تلاحم الماتشات والكلام ده كله اعتقد برضو كان في حته اجهاد وارهاق قوي جدا جدا على اللعيبه، ممكن الكلام ده كله اثر فعلا على لعيبه النادي الاهلي. لعيبه نادي الزمالك كان برضو خروجهم من بطوله افريقيا عندهم تركيز في بطوله الدوري، فاحنا لو جينا نقيم او شغل موسيماني او البطولات اللي خدها لا يعتبر ناجح لغايه دلوقتي مع النادي الاهلي، فاعتقد استقرار في تيم النادي الاهلي من استقرار او بقاء موسيماني، واعتقد ان كابتن خطيب راجل يعني طبعا قيمه كبيره جدا ومش اي قرار متسرع بيقدر ياخده، واعتقد الفتره اللي جايه ديت ممكن تيم النادي الاهلي هيظهر بشكل كويس برضو في حته فتره الاعداد الكلام ده كله وفي بعض الصفقات الجديده، لا النادي الاهلي هيدخل الموسم دوت بشكل جديد ان شاء الله. اخر حاجه ابو حميد معاك، المهندس محمد فرج عامر كان ضيفا على الكابتن اسلام الشاطر وبيقول لك مكسر الدنيا مكسر الدنيا، دي حلقه فعلا يعني للتاريخ زي ما بيقولوا، لان المهندس فرج عامر يعني طبعا معشوق كل المنتمين لاسكندريه والنادي سموحه، بالاضافه الى طبعا النادي الاهلي بيقدر دايما اي حد بقيمه مهندس فرج عامر وانتمائه لناديه وللرياضه والاخلاق، ودي حاجه لا خلاف عليها. الراجل اتكلم النهارده بتصريحات مهمه جدا جدا جدا، يعني سريعا خليني اقول لك، هو اتكلم وقال لك ان الدكتور حسن مصطفى هو مثل الاعلى في الاداره، قال لك عمره ما بيرجع يعني في كلمته، راجل متزن محترم يعني مشرف مصر في كل المحافل، وراجل كريم ودغري صح؟ طبعا طبعا طبعا.
النهارده برضو اتكلم يعني، قال برضو الكابتن حسن حمدي مهم جدا، قال بيعشق الكابتن محمود الخطيب ومحبوب لكل الاهلاويه وكل المنتمين للرياضه المصريه. اتكلم كمان في نقطه التحكيم، قال لك على طول على طول كنا بنشتكي وبنحذر من مستوى الحكام في بطوله الدوري، محدش كان بيسمع لينا. دلوقتي النتيجه ان مفيش اي حكم مصري موجود في اي بطوله دوليه ولا كاس عالم. اتكلم على انه يعني نادي سموحه الموسم الماضي راضي جدا عن الاداء، خصوصا انه يعتبر ثاني اقل فريق صرفا على اللعيبه، ولكن في نفس الوقت كان في مردود ايجابي جدا ومعجب باحمد سامي اللي كان متابعه منذ موسمين. اتكلم برضه في نقطه يمكن جديده، قال لك ياسر ابراهيم لاعب النادي الاهلي جاله كسموحه يعني 11 مليون جنيه زياده بعد اتفاقه على بيعه للنادي الاهلي، لكنه رفض التزاما بكلمته مع النادي الاهلي. قال لك لو خدت كلمه عمري ما اتراجع عنها ولو بمليار جنيه، ودي حاجه يعني يمكن ما حدش اتكلم فيها قبل كده. فالراجل دايما بيؤكد على التزامه مع الكل، وقال لك انا بتعامل مع الناس بمنتهى الاحترام والشفافيه. اتكلم على يعني النهضه اللي موجوده في نادي سموحه والمدينه العالميه اللي هتبقى يعني الاولى من نوعها في مصر، طبعا الكل بيتحدث عنها. اتكلم عن المنشآت والتطور ويعني العديد من الافتتاحات التي حدثت وستحدث الفتره القادمه في نادي سموحه. اعتقد بصراحه حديث كان ليه مردود ومشاهدات عاليه سواء على القناه حتى او على اليوتيوب يعني. اشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد. بشكرك جزيلا يا استاذ عبد الناصر، شكرا للاستضافه. طيب شكرا.